صحفي بمجله 442 او 442 هيكون معانا من خلال مقابله عبر تطبيق زوم. مستر كريس، اهلا بيك في قناه النادي الاهلي وفي السادسه. نعم اسمعك. ابتدي معاك بمباراه الفرق الانجليزيه، على الرغم من اداء قوي جدا للمان سيتي ضد ريال مدريد، قدر ان هو يتخطى الريال على ارضه 2-1، وقدر انه يكرر فوزه مره ثانيه على ملعبه، وقدر انه يتاهل لدور الثمانيه. رغم كده ورغم الاداء القوي ده، كان خروج الحقيقه كتير من جماهير تشيلسي يعني شافوه خروج صعب ومخزي على ايد البايرن. تقييمك لاداء الفرق الانجليزيه في الجوله الاخيره؟ نعم، لقد أصيبت جماهير تشيلسي بالإحباط بسبب خسارتهم في فبراير، وقد أصبحوا خارج المنافسة، وللأسف أما بالنسبة لمانشستر سيتي فقد أثبتوا أنهم قادرون على الفوز عدة مرات في الذهاب والإياب، وكان أدائهم قويا للغاية، وقد استطاعوا التأهل للدور ربع النهائي وألقى لهم الفوز كذلك. بيبي غوارديولا مع المان سيتي فقد بطولة الدوري الإنجليزي، واعتقد انه في تركيز كبير من الفرقه في بطوله دوري الابطال. لاي مدى تعتقد ان هم ممكن يوصلوا في مشوار البطوله، خصوصا ان هم الفريق الانجليزي الوحيد المتبقي في المنافسه؟ أعتقد أنهم سيفوزون بهذه المسابقة، فقد كان أداءهم مقنعا للغاية، ولكني أظن أن مانشستر سيتي قد حصل على العديد من الفرص، وأنه أفضل الفرق الأوروبية في هذا الوقت الحالي، وأعتقد أن مانشستر سيتي مقابل ضد بايرن ميونخ قد سيكون أداء قوي، وأن الدور ربع النهائي سيكون مشتعلا للغاية، ونأمل أن يصلون إلى نصف النهائي بل والى النهائيه ايضا. واعتقد انه في دور ربع النهائي وانه سيكون افضل من يفوز بابطال اوروبا. بالنسبه لخروج اليوفي او اليوفنتوس على ايد اولمبيك ليوني، هل بتعتقد ده كان مفاجاه؟ نعم بالطبع، لقد تفاجأت بذلك، رغم أنهم قد خسروا في رغم أن اليوم قد خسر في فبراير. إذن عندما لعب كريستيانو رونالدو في الإياب توقعنا أن يفوزوا، لكن الأمر كان مفاجئا. لكن ليون استمر في فوزه حتى أنه فاز على مارسيليا، ولن يحصل على نقاط إضافية إلا إذا فازوا بدوري أبطال أوروبا. لقد كان مفاجئا أن يتغلبوا على يوفنتوس ويصلوا إلى دور ربع النهائي. أعتقد أن مانشستر سيتي سينزعج من هذا الأمر. في الموسم الأخير وفي البطولات الأوروبية الأخيرة، سيطرة الأندية الإنجليزية على بطولات أوروبا السنة دي أو السيزن الحالي ما عندناش غير فريق واحد بيشارك. من وجهة نظرك إيه هي أهم أسباب التراجع ده على المستوى الأوروبي؟ إن الموسم هذا العام كان مشوقا للغاية، وكان يتميز بصعوبته،
فبعد ما حدث بعد التغييرات العديدة التي حدثت في الدوري الإنجليزي مثل انتقال مورينيو وغيره. مثلا كان هنالك تغييرات في وانتقالات في تشيلسي رغم تأهيله لدوري الأبطال، لأن الأمور غير مستقرة في الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنه مؤهل أيضا لفوز بدوري أبطال أوروبا. هل تتوقع أنه وأعتقد أنني يمكنني أن أقول أن الفرقتين الموجودين من أقوى الفرق. لقد كان الأمر مفاجئا لي وصدم الجميع في توقعاتهم. أعتقد أن الأمر مفاجئ عدم وجود جميع هذه الفرق، ولم أتفاجأ رغم ذلك على بخروج تشيلسي من هذه البطولة. وأتمنى أن يكون مانشستر يونايتد موجودًا العام المقبل، وكذلك مانشستر سيتي سيكون موجودًا بقوة وسيفوز بالمباراة. يهمني استغل وجودك معايا اسالك شويه، وانا عارف ان 442 واحده من اشهر المجلات الانجليزيه المتخصصه في الكره، عن النجوم المصريين في الدوري الانجليزي اللي قدوا مواسم قويه. عندنا محمد صلاح مع ليفربول، تقييمك لمستوى السنه دي مع الريدز خصوصا طبعا بعد فوزهم ببطوله الدوري، تقييمك للاعبنا محمد تريزيجيه، ازاي بتشوف مستواه وازاي محمود تريزيجيه وازاي بتشوف مستواه مع فرقته اللي انضم ليها استون فيلا. أستون فيلا قاموا بأداء جيد وقد فازوا بالعديد من المباريات، وتريزيجيه قد ساعدهم بشكل كبير في الحصول على هذه المباريات التي فازوا بها. أما بالنسبة لصلاح فإن العالم بأكمله يعرف مدى جودة مستوى محمد صلاح. وقد أدى موسم قوي للغاية، على الرغم من أنه على المستوى الفردي لم يكن قويا للغاية في هذا الموسم، ولكنه لا يزال رائعا وقد ساهم في نجاح الفريق وفوزه. أعتقد أنه لاعب مهم للغاية، وأظن أنه سيستمر على هذا المستوى لفريقه ولمصر كذلك. مهم أعرف برضو منك أهم الصفقات اللي تم حسمها بالنسبة لفرق البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. The most important transfers and deals, yes. Yes, well, in terms of transfers, we're obviously waiting to see what happens with Jadon Sancho. That would be the big transfer. أعتقد أننا بانتظار جميع الانتقالات التي تحدث في البريمير ليج. وكان أكبرهم الانتقال من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد. أعتقد أن هذا هو أهم انتقال في هذا الوقت الحالي. جيدون سانشو. جيمين سانشو. وكذلك انتقال تيمو وزياش إلى تشيلسي. وأعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة إلى تشيلسي. وأود أن أرى مدى جودة أدائه وتأثيره في اللعب مع تشيلسي. كريس فلانيجن صحفي ب 442، بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا في السادسة، ودي كانت يعني